بدأ في صالة سينما الكندي بطرطوس العرض الأول للفيلم السينمائي لآخر العمر للمخرج باسل الخطيب ومشاركة نخبة من الممثلين السوريين وسط إقبال كبير من المواطنين إلى جانب الفعاليات الرسمية والفنية. ما في كلام بعد هذا اللي شفناه، يعني ناس يعني خجلونا بتعاطفهم وبحبهم للفيلم وبمواكبتهم لحظة بلحظة لكل شيء كان عم يصير. هذا الشيء بيبسطنا من جواتنا من قلبنا. يعني والله أنا يعني عن جد كتير مبسوطة، بأسعد حالاتي مبسوطة قديش الناس عندها هيك متشوقة لحتى تشوف سينما. بالعادة نحن دائما بنخاف لما بنعمل أفلام إنه ما يكون في عنا شباك تذاكر، إنه ما يكون في هذا الإقبال. هذا الشيء عن جد بيعطينا حافز كتير كبير إنه نضل عم نقدم أفلام. الشغل اللي عم تعملوه ممتاز. اليوم دور الإعلام مهم وأساسي، الحقيقة مو بس اليوم، من أول ما بلشت الحروب بمنطقتنا العدو كان يستبق معاركه العسكرية بمعارك إعلامية هدف التشويش على الناس وتأثر على معنوياتهم. ويوثق الفيلم بطولات الجيش العربي السوري والجهد الذي بذله الإعلاميون السوريون من خلال تغطيتهم للحرب على سوريا وما تعرضوا له من مخاطر. الفيلم كتير رائع بصراحة، والممثلين يعني ممثلين الفيلم كأنه على أرض الواقع، والله يحمي الجيش. فيلم كتير حلو وبيبكي حكى الواقع الصعب اللي عشناه، والله يحمي الجيش. رائع، يعني تجسيد كتير حلو للواقع اللي عاشه الجيش العربي السوري. يعني نحن صح بعاد، بس يعني شيء كان بسيط من الشيء اللي صار. الفيلم كان رائع وبجسد الواقع، يعني كل شيء شفناه هو موجود بالحقيقه يعني. والله يوفق الجيش العربي السوري، وان شاء الله يا رب الاوضاع كل ما تتحسن لقدام، والله يرحم كل الشهداء. طبعا يعني هي المرحله الاصعب كانت كل الازمه، بنتمنى الوضع يصير احسن. يذكر ان الفيلم من انتاج مديريه الانتاج التلفزيوني في الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، وتستمر العروض لثلاثه ايام. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.